السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الميتافيرس ممكن تجربها من خلال مواقع كتير جدا، لكن بيحتاج ان كل الناس اللي تبقى موجودة تكون عندها ال VR، وده مش دايما بيكون متاح. قريب اوي في مواقع كتير هتخلي الموضوع للناس كلها، حتى فيسبوك بتتكلم انها تبقى الناس كلها تقدر انها تتصفح من صفحة عادي. لكن حتى الان هو موقع اسمه جدار، ده تقدر تعمل من خلاله مؤتمرات او لقاءات مع الفريق. انا جربته في الجامعة وكان الاداء كويس. مثلا هقول له انا عايز هنا تيم، واقول له انا عايز الميتنج بتاعي يبقى اسمه بيم 313. 313 رأفت الهجان، وفي نفس الوقت رقم العربية بتاع البطوط. كان في اختيار بيقول لي اعمل بروتكت، يعني خلي فيه باسورد بحيث ان مش اي حد يدخل، لازم يدخل من خلال باسورد. بيقول لي شغل الكاميرا والصوت، تقدر تشغل الصوت والكاميرا زي ما انت عايز. ممكن مثلا يكون عندك ميتنج زوم والزوم مش عايز تتجدد، فممكن تستعمل حاجه زي كده. النسخه اللي مجاني مرتبطه ب 10 اشخاص بس، تمام. اهو ممكن ادخل اهو بالاسهم، بتمشي وتمشي وتمشي. اول ما جيت هنا دي بقت قاعه مغلقه، يعني ايه؟ يعني اللي بره هنا ما يسمعش حاجه من الحاجه، تمام. يعني ممكن يكون عندنا ميتنج فرق عمل، فكل الأربعة يبقوا موجودين مع بعض، حابين نتكلم مع بعض، فخلاص بنخرج ونبقى قاعدين هنا في المكان ده. ممكن بقى ايه، تيجي هنا وتقعد مثلا عند الشطرنج هنا وتلعبوا شطرنج، تمام. بيقول لي دوس سبيس عشان ايه، تحرك قطعة، تمام. بس اعتقد انها مش لعبة حقيقية، يعني مش ملتزم هو بالحركة، او زي ما انت شايف. زي ما انت شايف انا ممكن احرك في اي مكان، تمام. ممكن انت بقى تكون انت اصحابك مركزين وعارفين الحركة هتبقى عاملة ازاي. انفايت، ابدأ اعزم اصحابي ان هم يجوا بالايميل او ابعت لهم لينك. اقدر اعمل شير او سكرين شير واشير حاجة من الصفحات اللي انا فاتحها. طبعا انا بسمع حاجة الدكتور احمد خد توفيق. طيب في حاجات كتيرة، في حاجات كتيرة ممكن اجي هنا اعمل كاستمايز. ممكن مثلا اختار مثلا الزرعة دي وابدأ احطها هنا، واحنا بندي المحاضرة في حد جاب موتوسيكل وركب الموتوسيكل وقعد يلعب بيه، تمام. مش فاكر بقى جابها منين، بس ممكن تعمل سبورة اهو. يعني تقدر تحط اساس كتير مش موجود هنا، دي حاجة خاصة بالشتاء. ديسك اوبجكت، اي سبورة هيت. تقدر تكتب تكست زي ما انت عايز، تقدر ترفع ملف للناس كلها وتبدأ انها تشوفه. ممكن تمسح، ده الماي ديسك بتاعي، ده بيلت، ده الماب. خلينا نرجع هنا، ده الكالندر، بحيث لو انت اتفق على حاجة ممكن اربطه بالكالندر بتاعتي، سواء جوجل او اوتلوك، او تعمل سكادول للميتنج. هنا الشات تقدروا تتكلموا. فزي ما تشوف في شوية امكانيات حلوة، ممكن تعدل في الشخصية بتاعتك. انا عايز يكون شاب، تمام، برضو مصر. تقدر تعدل في الشخصية زي ما انت عايز، وتقدر تقول له available او busy. تقدر تيجي هنا وتقول له edit name او edit character لو انت عايز تعدل في الشخصية. زي ما انت شايف الموضوع سهل جدا وظريف، وبيخليك مثلا ممكن تتفقوا ان انتوا تقابلوا في مكان جنب الأهرامات، مكان معين كده. وكان زمان في موقع اسمه سكند لايف، كنا فعلا
نتفق مثلا عندنا محاضرة تاريخ فنتقابل في مكان تاريخي ونبدأ ندي المحاضرة فيه.